هذا بعض ما يتسرب من غزة التي قطع عنها كل شيء وبقيت وحيدة بمقاوميها وسكانها الذين فضلوا المبيت تحت خيمة وعدم ترك ما تبقى من الوطن وتكرار نكبة لا تزال تعيش فيهم ويعيشون تداعياتها حتى اليوم، حيث لا مكان آمنا وفي أخطر بقعة في العالم يتحدى سكان القطاع القصف والاجتياح الصهيوني لبلداتهم الذي تسبب بمجازر أكبر من أن تحصى، تجاوز ضحاياها مئات الآلاف بين قتيل ومصاب ونازح مشرد. معاناة إنسانية كبرى فاقمها تساقط الأمطار الكثيف وتدمير الاحتلال للبنية التحتية بالكامل، لتغرق معها من جديد إنسانية عجزت عن إيقاف مذبحة منظمة تجري عن سبق الإصرار والتخطيط من قبل كيان أطلق منذ البداية أهدافاً كانت الغاية منها تدمير وتشريد أهالي غزة. في وحل من المهانات وقعت المنظمات الأممية والدولية دون أي حراك، تركت المدنيين هنا في مخيم جباليا وفي أماكن شتى من القطاع وحيدين دون ماء أو غذاء أو كهرباء أو دواء، خاضعة للاحتلال الذي يحاصر المخيم منذ نحو أسبوع وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف، خاصة خلال ساعات الليل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. مش مية معاناة بالعالم، الحمد لله على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل. سعى النازحون الفلسطينيون لتأمين مياه الشرب والاستعمال الشخصي من مياه الأمطار وسط صعوبة بتأمين الطعام، ولا يعلم سكان غزة إذا كان ما يقولونه سيشكل فارقا، حيث رسالتهم الوحيدة بأنه من حقهم أن يعاملوا بآدمية وينالوا حقوقهم في عالم ظالم لا يفهم إلا منطق القوة لا غير، حتى يثبت العكس.